يعد المسحر أحد أهم رموز شهر رمضان المبارك في العقود الماضية في مختلف الدول العربية، ومع مرور الوقت والتطورات التي طالت العصر الحالي تحولت هذه المهنة إلى تقليد تراثي في البحرين. نعم، فهذا التقليد التراثي يحرص على إحيائه أهالي البحرين في هذه الأيام المباركة، ويمتاز بأجواء خاصة تسعد الكبار والصغار عندما يسمعون صوت الطبل والهزيج المصاحبة له. بهذه الكلمات ينطلق المسحر بين الفرجان قبيل وقت السحور إذانا بموعده، يتبعه شباب الفريج في مسيرات بترديد هذه الأهزوجة والتصفيق ليكون الصوت أعلى وأوقع على أهالي الفريج. الساعة 2 من 1 إلى 2 يطلع المسحر، يسحر يطلق الطبول يهلل، وجاي من الناس حق السحور يتسحرون قبل الاذان قبل كل شيء، واللي اهالي الفرج اللي قاعدين وراء تلقاه يلحقون المسحه من محل لمحل يلحقونه، لان يخلص وقت السحور من 3:30 تبتدي من 3:30 جرب الاربع وقف المسحر، لانه خلاص انا تيم السحور انتهى تيم السحور. مثل لو نعيد الاشياء الاوليه، الاشياء القديمه، المسحر يطلع المسحر شلون طريقه المسحر شلون طريقه يمشي المسحر يمشي ويهلل وكل شيء ويذكر الله نذكر الله، ونمشي في الفرجان نمشي يعني الفرجان ما زلنا نفس الطريقة نستعملها مثل الأول نستعملها. مسارات خاصة ينطلق فيها المسحر طوال أيام الشهر الفضيل حاملا الطبلة والعصا، ويجوب الفرجان بمعية الأطفال والشباب. هذا الشيء يعني كله يعني ابوي يقول لي يطلع ما رفيج ابوك وذي، انا احب يعني عشان اسحر الناس اقول لهم قوموا عشان يقومون يتسحرون وذي، يعني كله اطلع ما رفيج ابوي يعني كل يوم يعني في رمضان، هذا الشيء تراثي انا احب اسوي شيء القديم. مسارات خاصة ينطلق فيها المسحر طوال أيام الشهر الفضيل حاملاً الطبل والعصا، ويجوب الفرجان بمعية الأطفال والشباب. المسحر رمزاً من رموز رمضان يمر على المنازل والبيوت، وهو يحمل طبله الكبير، وهو يردد كلمات بسيطة ولكنها تعني الكثير لأهالي الفريج، وبالرغم من التطور الحالي إلا أن العادات التراثية لازالت حاضرة في فرجان البحرين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.